السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شربوا الماء بكثرة، نعم، لتر الصباح وما يفطرش على 40 دقيقة، وفي اليوم ديالو كله يبقى يشرب الماء وياخذ فواكه 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 كثر فواكه فواكه ما تضرش ياكل غير ما يكونش فيه سكري، نعم، ما يكونش الشخص مصاب بالسكري، نعم، هذا ياخذ هذا العصير هذا عصير الفواكه مع الخضر طازجه، وغادي يشوف بان عليا ملي غادي يشوف راسه واحد الايام غيولي طبيعي، لا ملي غادي يمشي الامساك غادي يعرف بان الجسم ديالو جيد بانه راه يعني نعم بانه نجح في اذا دكتور يعز لي ان اقطعك لان معلومه معلوماتك قيمة ما شاء الله. نحرر مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم، نشكركم بزاف على هذا البرنامج. يعني بغيت نقول لك الله يخليك، عندي واحد الأخ ديالي جا سرطان على مستوى الأنف والحنجرة ودار الشيميو ياك، بغيت غير نعرف طريقة باش يخلص الجسم ديالو من السموم، لأنه باقي البوا ديالو باقي ضعيف بزاف، يعني تقريبا شي 30 كيلو اللي ضاعت ليه، وعنده على مستوى الفم ناشف ليه بزاف، يعني غير طريقة. هو راه دايرة لي طا ديال اللي قال الدكتور الفايد، يعني نباتي 100% ومعتمد على الفواكه الجافة رغم أنه تلقى صعوبة في البلع وهذا، نعم، ويشرب الماء بزاف لأنه طيب ضر مسكين يشرب بزاف، نعم، كل فترة. هذا عمل شيميوثيرابي ولا راديوثيرابي؟ دار بجوج بهم، دار بجوج بهم، نعم، لأن حيت ملي مشى له هذاك اللعاب ديالو ملي فمه ناشف ليه، لأن هذيك الغدد اللي كتفرز هذاك اللعاب يعني غادي تكون يعني تقاست بالراديوثيرابي. عادي عادي جدا، كاع الناس اللي عندهم هذا كلهم عندهم نفس، ولكن مع الوقت يمكن ان شاء الله ممكن، نعم، والتغذيه اللي يعتمد عليها الله يجازيكم ان شاء الله. شكرا لك رشيده من السويره. جميع مرضى السرطان يعني لما يخرجوا من العلاج، جميع مرضى السرطان ويعني الامراض المناعيه وحتى يعني هذو الامراض اللي كيخرجوا من العلاج، يعني ملي يكون عمل الكيميوثيرابيا والراديوثيرابيا، يعني هذا مساله ديالو هو، هذه كتخصو يعني ما يمكنش ندخلو فيها حنايا، نعم، لكن حنا بالنسبه لينا حنا ملي خرج من العلاج ولا حتى قبل العلاج بعدا ملي عرف بانه عنده مرض ولا حتى اثناء العلاج اثناء الكيميوثيرابيا، نعم، هذو ملي خرجوا من العلاج خصهم على الاقل يغيروا نمط العيش ديالو، طبعا يعني اذا كان يدخن يتوقف، اذا كان ياكل برا يتوقف على الاكل برا، نعم، اذا كان عنده الفاست فود يتوقف على الفاست فود، اذا كان كيكثر من المشروبات الغازيه يتوقف على المشروبات الغازيه، علاش؟ لان نمط العيش اللي يسبب ليه هذا المرض خصو يغيره تماما، يعني بهالجميع مرضى السرطان غير ماشي غير هذا الشخص هذا، نعم، خصهم يكون عندهم زيت الزيتون في الاكل ديالهم، يكون عندهم زيت الزيتون، نعم، زيت الزيتون عامل اساسي لانه كيحبس التاثير ديال الكيميوثيرابيا، كيحس هو يعني لان الكيميوثيرابيا كتعطي واحد السموميه عندها سموم عليين، طبعا خاصها تكون عندها سموميه لان هي ما استعملت الا على السموميه ديالها، طبعا لان علاج كيماوي زيت الزيتون حتى من اسمه راه كيبان، نعم، زيت الزيتون كيدخل في الكيميو في الكيمو بروتكشن، نعم، يعني هو كي يعني كي يقي الجسم من هذه التاثيرات الكيماويه. التغذيه ديالهم يكون فيها زيت الزيتون عامل اساسي، بحال هذه المنطقه ديال سوارع عندهم زيت ارغان، نعم، زيت ارغان تا هو تستهلك كثير، بعض الناس كيشربوا زيت الزيتون، نعم نعم يشرب زيت الزيتون، علاش لا، نعم، نعم، يشرب زيت الزيتون عليا، زيت الزيتون هو الله سبحانه وتعالى ما صنفوش مع الاشربه، نعم، باش نكونوا واضحين، نعم، القران كيصنف زيت الزيتون كاكل، كاكل، وكيصنف الاشربه اللي هي الماء والحليب والسكر والعسل، هذو صنفهم في سوره النحل اشربه. كاين الايه التي تذكر الدهن، الله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لايه لقوم يسمعون، هذا الماء شرب، نعم، وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه، نسقيكم يعني شرب، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم. والثالث هو من ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ان يخرج من بطونها شراب مختلف، شراب شراب مختلف الوانه، اذا العسل يشرب فيه شفاء للناس، نعم، هذا العسل، نعم، في ذلك الايات لقوم يتفكرون، نعم، ولكن الزيت صنفه مع الاكل، نعم، وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين، دهن، نعم، دهن هنا، نعم، للاكلين، نعم، وهنا دهن تتعني خص يكونوا فيه المكونات ديال الزيتون، نعم، خص يكونوا فيه البوليفينولات اللي كنسميو لانسابونيال، خص يكونوا فيه البوليفينولات والتوكوفيرولات، يعني ذاك التخا ديال الزيتون خصو يكون مع الزيت، وما يسمى بالمرجان، لا الا تصفى، نعم،
تتصفى ولا يعني شفاف نعم. كيتسمى زيت، هو اللي عبر لي الله سبحانه وتعالى في سورة النور نعم. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني هنا زيت. علاش؟ لان زيت نعم. ما خصش يكون فيه هذاك التخدير ديال الزيتون نعم. باش ما يعطيش الدخان اكيد، لان للضوء للإنارة نعم. هذه فهذا هذا الزيت سبحان الله، زيت الزيتون والشعير من شعير في مضادات للاكسده نعم. يعني احسن من القمح بالنسبه للناس اللي عندهم سرطانات وامراض يعني المناعيه شعير نعم. وعندهم الخضر الطازجه، يكثروا من الخضر الطازجه نعم. والفواكه اللي ملا نعم. وياخذوا قطاني نعم. هاد السيده قالت لك نباتي، علاش يكون نباتي؟ احنا المغرب الحمد لله عندنا كل شيء، يعني ما يكونش نباتي ربما يتقصد بان راح يدلعهم نباتي جيد لي بالنسبه لي. وعلاش؟ لان ملي غادي يكون النظام النباتي غادي يعطيه الالياف وغادي يعطيه المضادات للاكسده، وياخذ السمك هذا جيد ويزيد سمك نعم جيد. يعني هذا يكون نظام نباتي زائد سمك غادي يكون هائل نعم. يعني هذه وهو هذه المنطقه هذه ديال الصويره ما تكونش ملوته بزاف، ولو ان عندنا صناعه كيماويه تما نعم. يعني في المنطقه قناه نصائح وارشادات مجانيه. لازم هذا الشخص يتحرك، لازم يتحرك نعم. إذا كان في البادية ولا حاجة لازم يخدم نعم. علاش؟ لأن الخلية السرطانية نعم. هي لا تحب الأكسجين، الأكسجين يقضي على الخلية السرطانية، خصو يتحرك، خصو التنفس ديالو يكون جيد، خصو يتحرك. وهي هذه الخلية هذه لا تحب الزيت، يعني ما تقدرش تخرج الطاقة من الزيت نعم. كتخرج الطاقة من البروتين ومن السكر نعم، خصو يضيق عليها نعم. وهي لا تحب الحموضة نعم. الخضار والفواكه وداك الشيء على شكل عصير ولا شي حاجه، هذه الحموضه كتقضي على الخليه السرطانيه نعم. هذه فالنظام ديالو يكون طبيعي ان شاء الله يكون. هو هذا الشخص هذا نعم. غادي يكون عنده واحد الكلينس على مدى الحياه نعم. غادي يكون عنده حياته كلها جيده نعم. اما الناس اللي مثلا كيراكموا هذه السموم واخا ما مرضش ما عندهم والو خاصهم يعملوا كلينس نعم. واخا ما مريضش خاصو يعمل كلينس، لان نعم ثلاث مرات واربع مرات في السنه وكون الناس لو الناس يعملوه غير مره ولو يعملوه في رمضان. دكتور انا هذا هو سؤال نعم. يعني هل يعتبر الصوم يعني نعم اكيد نعم غنتكلم عليه اكيد قبل أكيد ما نتكلم عليه دكتور لو سمحتي غادي نحرو مكالمه. الو السلام عليكم. الو عليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم سعيد اختي من اساسي. عندها واحد السؤال الله يجازيك بخير. بالنسبه لي عندنا حنا في مدينه اساسيه عندنا معامل نعم كما كتعرف ديال الفوسفات، شنو عندنا درجه السموم شويه عندنا في الجو كثيره مرتفعه نعم مرتفعه زياده على اللحوم والخضار وراك عارف بالنسبه نعم. وعندنا حساسيات يعني بالنسبه عندنا الراب وعندنا حساسيه ديال الاعيون ديال الحنجره، يعني كيفاش خصنا شي نظام غذائي او شنو طريقه كيفاش نطرحوا السموم ديالنا من الجسم يعني كيفاش ان شاء الله. دابا نتوما في مدينه تقريبا عند التلوث مرتفع نعم عندها نسبه التلوث وعندنا نسبه الرطوبه مرتفعه غنوصل حتى ل 90 وفوق 100 اذا نعم. نظرا الى التلوث نعم نعم نعم. إذا شكرا لك سي سعيد من مدينة أسفي. صناعة كيماوية أنا قلت بأن المنطقة كلها فيها صناعة كيماوية نعم. نعم. الحمد لله سبحانه وتعالى كاين بعض الغازات خفيفة جدا هي تتصاعد في الأجواء العليا. نعم. غادي تمشي ربما هذه الغازات تصيب مناطق أبعد من أسفي يعني. وكاين أشياء اللي غادت طبعا غتكون قريبة ف خير إن شاء الله علي. هاد الناس هادو غير بعدا على الأقل إذا كانوا واعين بعدا بهذا الشيء راه مزيان. ما يزيدوش بعد التلوث الاخر نعم. اذا كان واعي يكون احسن، اذا كان واعي بهذا الشيء هذا يكون احسن يكون هو الحمد جيد. لله نعم اكيد جيد هذا ممكن هو جسم الانسان كيقاوم. انا قلت في يعني في هذه الحاله جسم الانسان ممكن يطرح بعد السموم نعم هو عليه يعني الجسم كيطرح السموم لا يعني كيعيشوا في واحد المدينه عندها نسبه تكون التركيز مرتفع بحال نعم. عندهم مثلا اذا كان مثلا الكبريت نعم. غازات الكبريت اكيد مرتفعه نعم. يعني الصناعه ديال الفوسفات كتعطي الكبريت وكتعطي حتى بعض المعادن الثقيله غادي يكون عندهم حتى المعادن الثقيله غادي تكون فهمتي لان الواضح انه عندهم حساسيات الان نعم. في الحنجره نعم. الربو غادي تكون حساسيه اكيد غادي تكون ماشي غير في اسفي جميع المدن الصناعيه فيها حساسيه يعني نعم. حتى في مدينه المحمديه حتى في مدينه الدار البيضاء نعم يعني كاين 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 حساسيه اكيد حساسيه ولكن الناس يعني ما طنجة هي اللي فيها نحط رقم قياسي في الحساسيه نعم. ماشي وزياده على الرطوبه نعم هذا الناس هذو غير يعرفوا بعدا اللي عارفين راه جيد الحمد لله خاصهم يزيدوش حتى التغذيه ديالهم حتى تكون على الاقل يكون واحد التوازن وخاصهم يكونوا حذرين جدا من الفواكه والخضر
خصوص الخضار اللي عريانه اللي ما مغطياش، اللي بحال الطماطيم بحال الباذنجان بحال الفلفل بحال الاشياء، يعني الخضار اللي تحت الارض راه تحت الارض ما كاينش مشكل. دكتور بحال هاد الخضر هادي لا، لان هاد الغازات هادي غادي تكون لك واحد فوق الخضر، غادي دير لك واحد لاكوش غادي تكون لا، ولكن هذوك المبيدات اللي كيرشوا عليها وداك الشيء مثلا غسلناها ربما كتحيد. لا غادي تحيد، اكيد غادي تحيد، غير ما كتمشي يكونوا حادين، غيغسلوا غادي يغسلوا الخضره مزيان والفواكه تغسل جيد. يعني هنا علاش؟ باش داك على الاقل داك الشيء اللي شاده الخضره ربما يغسلوه بالخل كما ذكرت. لا ماشي بالخل، غير بالماء، ما نعقدوش لي حياتي من غير الخل، عندنا الحمد لله موجود. اي المهم غير بالماء يغسلوا، بالماء مزيان يغسلوا مرتين وثلاثه الخضر ويسقطروها كذا الى اخره، والفواكه كذلك تغسل وتقشر. نعم يعني هما عليين غادي يشريوا فواكه من مناطق اخرى. نعم هذه حتى الزيتون، حتى الزيتون المنطقة هذه الزيتون تا هو يجب أن يغسل قبل ما يتطحن، إلا غسلوه قبل ما يتطحن يكون أحسن.